ما اعرفش يعني، ما هي نواحي امنيه، بس انا شايف الامور عاديه جدا، واتمنى ان احنا نلعب الاهلي في، انا كنادي اسماعيلي لاعب النادي الاهلي في الجزيره، ما عنديش مشكله يعني، ما لعبوش في برج العرب، اجي العبوا في نادي الجزيره عادي، في وسط جماهيره وفي وسط اعضائه، وما عندناش ادنى مشكله احنا كنادي اسماعيلي. النادي الاهلي برضو اكيد انا شايف ان هو ما عندوش مشكله يعني، هو النواحي نواحي امنيه يعني، ما مش عايز الناس او الجماهير انها تحط او تسبب يعني تحط غضبها على جماهير او النادي الاهلي والكلام ده، دي نواحي امنيه، واكيد احنا ما يعني ما لا نملك الا اللي احنا نحترمها، وده امن وطني وامن دوله. بص عبد الرحمن من اللاعبين او من الولاد اللي هو عفوي جدا، هو اللي حط المشكله او سوء التفاهم اللي هو المشكله تخصه، رغم كده اللي انا الواحد بيشكر طبعا كابتن احمد مجاهد وكل المسؤولين على رئاسه البعثه اللي هم حاولوا تفهموا الموقف وكانوا وما سابوش عبد الرحمن في الموقف الصعب اللي هو دخل يعني حصل له. عبد الرحمن صغير السن، اكيد الموقف ده هيعلمه كتير، رغم ان هو عدم ان هو ما اخطاش او وجوده في موقف يسيء ليه هو كانسان وكلاعب والاسرته والمنتخب بلده، اكيد عبد الرحمن لا يمكن هينسى الموقف ده، واكيد هيبقى عنده خبرات من المواقف اللي هي ممكن تحط نفسه في مشكله او تحط بلده، لان هو لعيب كبير جدا ولعيب ذو امكانيات عاليه، وعلى المستوى الشخصي انا بحبه جدا يعني عبد الرحمن شادي كابتن وحبيبي وعلاقتي بيه طيبه. هو في الفتره دي تقريبا كان الموقف نفسه اللي انا اتصبت وجالي تمزق في العضله الخلفيه، وكان شيء من الصعب اللي احنا اللي انا ينفع اللي انا اغير، لاني خلاص خلصنا تغييراتنا، وفضلت اللي انا استمر وانا مصاب، لاني خلاص الوقت كان ما كانش عندي النادي الاسماعيلي تغيير اللي غير اللي انا غير كحارس مرمى. ففي فتره من الفترات من المباراه احنا كنا مضغوطين فريق الجونه، وكان في موقف من المواقف في هجمه علينا، فطبيعي اللي انا لازم اخرج اللي انا اخد الكره دي بتاعتي، فطبعا انا كان بيني وبين الاتفاق اللي انا مش هخرج لان حفاظا على اصابتي واللي انا اكمل المباراه. فشادي حصل سوء تفاهم بيني وبينه اللي انا اخرج او هو يخرج الكوره، فبالتالي حصل في شيء من الشد، بس انا بجني له كل الحب والاحترام، ورغم كده علاقتي جيده بيه للان يعني لوقتنا هذا يعني، فاهم؟